السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اسمي كريم وأنتم الآن على قناتكم قناة عالم كريم التقنية. إذا بالنسبة لليوم إن شاء الله سوف نكمل سلسلة الربح من الإنترنت أو العمل على الإنترنت، وهي سلسلة التي رأينا فيها في الحلقة الماضية، رأينا موقع بيكو وركرز وهو موقع للخدمات المصغرة. إذا بالنسبة لليوم سوف نكمل هذه السلسلة بموقع ميكرو ووركرز. بالنسبة لهذا الموقع بالنسبة للأداء فيه هو شيء مرتفع بالمقارنة مع بيكو ووركرز. بالنسبة نفس الشيء يوم تقريبا لديه نفس الواجهة، وبالنسبة للأعمال المصغرة هي أعمال جد بسيطة وتمكنك من ربح الدولارات الأولى وذلك لاستغلالها فيما بعد. إذن كي لا أطلع عليكم فلنبدأ على بركة الله. أول شيء سوف أقوم به سوف أدخل إلى متصفح الإنترنت، ثم سوف أدخل إلى موقع جوجل، ثم إلى ميكرو وركرز. إذا بالنسبة لأول شيء سوف أقوم به سوف أقوم بتسجيل أو خلق أو إنشاء حساب على هذا الموقع. إذا لديكم هنا first name دونك الاسم، لديكم النسب إلى غير ذلك، الاسم النسب إلى غير ذلك. هنا لديكم optional دونك فاكولتاتيف، يمكن عدم ملء هذه الخانة، تاريخ الازدياد، الايميل والباسورد، كلمة السر التي تريدون استعمالها في هذا الموقع، ثم ادريس، زيب كود، مدينة، دولة الى غير ذلك. ثم يجب لدينا نيوزليتر ابي الى غير ذلك. اذا هنا يجب اختيار، اذا هذه ضروري اقوم بالضغط على هذه الخانة. بالنسبة لهذه الخانات الاخرى فانها اختيارية، ثم اضغط على سبميت، ثم بعد ذلك سوف يقوم بارسال بريد الكتروني وذلك لتاكيد التسجيل او للتاكد من ان هذا الميل الذي قمت بادخاله هنا هو لكم. سوف يرسل اليكم ميل ثم تقومون بتاكيد هذا الميل. اذا بعد ذلك سوف اقوم بادخال او بالدخول بالحساب الذي لدي. إذن بالنسبة لهذا الحساب هو هذا، إذن سوف أضغط على لوجين. إذن بالنسبة لدي هنا العديد من الأعمال المصغرة، تلاحظون إذا قارنا مع بيكو وركرز، إذن لدينا هنا لاتس آخر الأعمال التي تم وضعها هنا على الموقع. سوف أضغط على most paying، الأعمال التي أداؤها مرتفع، سوف أضغط هنا على most paying. إذا تلاحظون لدينا دولار دولار 0.89 سنت. سوف أدخل إلى هذا العمل. إذا بيت باندا ساين أب فيريفي يور ايدنتيتي، سوف أقوم بالتسجيل في هذا الموقع وسوف يرسل لي ميل وذلك للتأكد. سوف نرى المطلوب مني. إذا سوف تلاحظون هنا ما هو مطلوب مني، what is expected from workers، ما هو مطلوب من العامل. إذا يطلب مني أن أقوم ب هنا create a brand email. إذا بالنسبة للغة الإنجليزية لا تشكل أي مشكل، يمكنني أن أقوم بالترجمة. إذا هنا يمكن اختيار اللغة التي أريد أن أترجم، إذا سوف أترجم إلى الفرنسية أو العربية إلى غير ذلك. إذا هنا سوف أترجم إلى اللغة الفرنسية. إذا لاحظتم هنا ما هو مطلوب مني وما هي الأدلة التي سيجب أن أرسلها إلى صاحب العمل. إذا لدينا هنا créer une nouvelle adresse électronique à partir d'un fournisseur de messagerie. Donc il demande une inch bared électronique. Et dans le niveau de bared électronique, là déjà j'aurais besoin de l'adresse email que vous avez créée. Donc il demande, il va vous envoyer le bared électronique ou le password que vous comptez sur l'inchaé. Et dans هنا, il suggère à moi certains
المواقع التي يمكن أن أقوم بإنشاء البريد الإلكتروني. سوف أذهب، سوف أختار أحد هذه المواقع، إذن سأدخل إلى الموقع، الموقع الخاص بالإيميل أو بإنشاء إيميل جديد، هو الموقع سيزنام. إذن يمكن ملء الاستمارة كما تلاحظون. إذن بعد ذلك يطلب مني الدخول إلى الموقع الثاني الذي هو موقع بيت باندا. سوف أدخل إلى بيت باندا. ثم سأقوم على موقع بيت باندا بإنشاء حساب بالإيميل الذي قمت بإنشائه في الموقع السابق. إذن أضغط على ديماري إلى غير ذلك. إذن بعد ذلك أو بعد ذلك يطلب مني الأدلة التي سوف أرسل إلى المشغل. إذن ثم بعد ذلك سوف أرسل الباسورد لهذا البريد الإلكتروني. Vous devez fournir l'adresse électronique et le mot de passe du compte Panda vérifié. إذن هنا سوف أقوم بإرسال كذلك البريد الإلكتروني والباسورد التي قمت كلمة السر التي أنشأت في هذا الموقع. إذن هذا هو المطلوب مني. إذن كل هذا سوف أرسله هنا، مثلا هنا رقم واحد، سوف أضع هنا رقم واحد، ثم أرسل البريد الإلكتروني بالباسورد. بعد ذلك سوف أضع الرقم اثنان، وسوف أرسل اثنان هنا، وسوف أرسل الباسورد والإيميل الذي قمت به بالتسجيل في هذا الموقع. دونك هذا هو المطلوب مني، وبعد ذلك سوف يقوم المشغل بمراجعة العمل هل قمت به على أحسن وجه، وبعد ذلك سوف يرسل لي دولار واحد على هذا العمل. إذا سوف تلاحظون إذا هناك العديد من الأشغال، هنا 242 عمل موجود. تلاحظون هناك عدة أعمال مصغرة، جد مصغرة، يمكن القيام بها، وذلك لجاني الدولارات الأولى على هذا الموقع الذي هو موقع ميكرو وركرز. إذا لدينا بعد أن أقوم بإنهاء عمل ما، سوف أضغط على tasks I finished، سوف أضغط هنا. إذا ثم basic tasks، تلاحظون هنا الأعمال المصغرة التي قمت بها والتي تم الأداء عليها، وهذا عمل لم يقم pending employee review، سوف يقوم المشغل بمراجعته وبعد ذلك سوف يقوم بالأداء عليه. تلاحظون لدينا هنا تقريبا 60 سنتا، وهو تقريبا نصف دولار وبعد الشيء. بالنسبة لهذا النصف دولار هو مؤدا عن أربعة أعمال مصغرة من هذه الأربعة. تلاحظون أن بالنسبة لهذا الموقع بالمقارنة مع بيكو وركرز، هو موقع يعطينا الأداء شيئا ما مرتفع بالمقارنة مع موقع بيكو وركرز. إذا بعد لدينا هنا withdraw. إذا هنا بعد جني 9 دولارات، بعد جني 9 دولارات من هذا الموقع، يمكن إرسالها إلى البايونر أو إلى البايبال. إذا تلاحظون يمكن إرسالها إلى البايونر أو البايبال، وذلك لاستغلالها في شراء أشياء أخرى من الإنترنت. بالنسبة لهذا الموقع يمكنني كذلك أن أقترح أعمالا على أشخاص ما، مثلا يمكن أن أقترح أعمالا وذلك لرفع مشاهدة اليوتيوب، أو للقيام بزيارة على مواقع إلى غير ذلك. إذا هنا يمكنكم تصفح هذا الموقع. إذا لاحظوا لدي العديد من الأعمال هنا مصغرة وهي كثيرة. إذا بالنسبة إلى رابط الموقع سوف تجدونه أسفل الفيديو، وذلك للدخول إلى الموقع وإنشاء حساب والبدء في العمل في هذا الموقع.
إذن أتمنى أن تكون قد عمت الاستفادة. إذن كما رأينا أن موقع ميكرو وركرز هو موقع للخدمات المصغرة، وهو موقع جد بسيط في الاستعمال، وكذلك بالنسبة للخدمات المصغرة فهي جد بسيطة، وهذه الخدمات المصغرة لا تكلف وقتا طويلا أو وقتا كبيرا، وذلك للقيام بها. لاحظتم أن بالنسبة إلى هذه الخدمات المصغرة فهي خدمات التي تمكن من الربح بعض الدولارات، دولار أو نصف دولار إلى غير ذلك. إذا يمكن الجمع بين عدة مواقع يوميا، يعني يمكن العمل على 3 أو 4 مواقع، ويمكن الحصول يوميا على مبلغ شيء ما مهم بالنسبة للمبتدئين على الإنترنت. إذا أشكركم على المتابعة. إذا كنتم أول مرة تشاهدون فيديوهاتنا فلتضغطوا على زر الاشتراك وعلى الجرس ليصلكم الجديد، وكذلك إذا أعجبكم الفيديو فاضغطوا على زر لايك. إذا أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله.